الصفوف عندنا ثلاث خصائص للصفوف، هي الالاين والبي الاين والبي جي كلر. راح حتى نشتغل الصفوف او بالذات نشتغل على التيبل الجداول، نستخدم التاك اللي هو تاك التيبل وتاك الصفوف اللي هو التي ار وتاك الخلايا اللي هو تي دي. حتى نشتغل بلغة الاشتميل نبدي بالاشتميل اللي هو تاج الأساس أو التاجات الأساسية. اللي هي شنو التاجات الأساسية بالاشتميل؟ خلنا نتذكرها، خاف نسياني. ستقدر جاوب؟ يلا تفضلي. الاشتميل والهايد وتايتل وبدي. أحسنتي. شكرا. بس هذا الهيد. اللي هنا نختار عنوان وليكون تيبل، نسميه جدول رقم واحد. هنا نشتغل البودي. البودي الغاية من عنده هنا شو نسوي؟ نسوي جدول اللي اخذيناه بالمحاضرة، جدول يتكون من صفين وثلاث أعمدة. نشتغل الصف الأول اللي هو التي آر، هذا هو التي آر. ناخذ كم خلية؟ ثلاث خلايا. الخلية الأولى تي دي، الجانب داخل الخلية، الجانب داخل الخلية، بداخل الخلية حرف R، حرف R. هنا غلقنا الخلية، هاي هنا قاعد يشوفون بداية التاج ونهاية التاج. أجي للخلية الثانية، إيش كان بيها؟ كان بيها X، نفرض اكس. وجينا للخلية الثالثة، نفرض اي حرف ويكون حرف ام. هاي صار عندي، انتبه لهنا، صار هنا التي ار هو الصف الاول، هذا هو الصف الاول، يتكون من الخلية الاولى تي دي، هاي الاولى اللي بيها ار، والخلية الثانية اللي بيها الاكس، والخلية الثالثة اللي بيها شنو؟ اللي بيها الام. هنا ايش اسوي؟ هنا هسه راح اغلق الصف الاول، وهنا غلقه هو باع لهنا، هذا هنا هذا هو الصف الاول تشوفه. نعم ست، نعم ست، هنا حتى زايد واضح زايد لكم. هاي انا هنا قربت، هاي نهاية الصف الأول، شوفوا هاي التي ار، هاي بداية الصف، هذا هو بداية الصف. خلينا هنا أوضحه، هاي هنا خلي أنزله، هذا شوفوا هذا التي ار هو بداية الصف، هذا شوفه هذا الصف الأول تي ار، يبدي بثلاث خلايا تي دي الأولى والتي دي الثانية والتي دي الثالثة. وهنا سوينا غلقنا الصف، نجي حتى شو نسوي؟ نسوي صف ثاني. يتكون منين؟ يتكون من ثلاث خلايا. الخلية الأولى شو أقول له؟ أقول له الصف الأول، أقول له الصف الثاني العفو تي آر، هذا التي آر. راح أقول له الخلية الأولى تي دي اللي بيها الحرو اللي بيها الرقم واحد، نجي على تي ثانية، خلية ثانية،
رقم 2 والخلية الثالثة اللي هي نفرض الرقم 3 وجاي يشوفون نهاية الصف تاق الصف الثاني وين موجود هنا. هسه صار عندنا جدول يتكون من هذا الجدول، يتكون الجدول من صفين وكل صف يحتوي على 3 خلايا. زين هسه من انفذ اكيد انا ما راح يطلع لي الجدول، ليش؟ راح ايش اسوي حتى يظهر لي الجدول؟ راح اخلي هنا، انتبه لهنا تاك شنو وياي ايش ناقصه حتى يظهر الجدول؟ تيبل. هذا التيبل. بعد شنو ايش عندي؟ بعد ايش اسوي التيبل؟ بورد. إدارة. بورد. بورد. بس ايش اسوي؟ شوف هنا هذه العلامة، قلت هذه العلامة تنتبه لو لا، هذه العلامة اذا موجودة انا شنو؟ انا بحافظ، خليني احفظ. انتبه انتبه للاخطاء اللي موجودة بالبرنامج. نجي هسه ايش اسوي؟ انفذ. شنو الخطأ اللي موجود بالبرنامج؟ وياي شباب؟ نعم سكوية. الخطأ يمكن ما محفوظ. انتبه لهنا، شوف هذا الجدول، شوفه واضح سكوية. هنا أمس التشويش تبين لي هاي الخلية خليناها فارغة، فش بقت خالية من خالية من البيانات، الشكل مرسوم للخلية بس البيانات شبيهة، البيانات فارغة. شلون خليناها فارغة؟ انتبه هنا من خلينا بدينا الوسم بالتي دي وغلقنا الوسم بس هنا ما دخلنا بيناتهم بين الوسوم شنو أي بيانات. هسه خليني اكبر الجدول، ايش اسوي لي؟ اذا كبرت الجدول ايش اسوي لي؟ اريد الجدول يكبر، مو اكو خاصيه حتى اكبر الجدول حجم الجدول، شنو الخاصيه؟ ست الويد الالاين خاصيه انطيها ويد، ايش قد انطيه؟ 230 200 5 ايش قد انطيه؟ 5 الودث. اريد انا اكبر الجدول 200 وانطي هاي بالتالي شو اسوي؟ لازم احفظ واجي انفذ. ها صار عندي الجدول، انا شريط منطيته الارتفاع اكثر من العرض، خلي انطي الارتفاع والعرض نفس الشيء.
هذا هو الجدول وجاي تشوفون البيانات كلها شنو؟ تشوفون البيانات لو لا كلها على الجدول ماكو كلها على الجدول ست ما يظهر الجدول ما جاي يظهر ما جاي تشوفوه؟ نعم ست ست ما في الجدول بس المعلومات هسه ما جاي تشوفوا طلاب ناس ما يعني حتى بالبداية ما جاي يطلع الجدول أمس من أول مرة ما طلع ناس ما